طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأسعد الله صباحكم في هذه التغطية المتواصلة منذ مساء الأمس وحتى هذه اللحظة. انتهت للتو عملية هدم منزل عائلة الشهيد ضياء حمارشة في بلدة يعبد قضاء مدينة جنين. إذن الاحتلال قبل قليل انسحب من بلدة يعبد بعد هدم المنزل بالكامل وتشريد ساكنيه والحاق الضرر الكامل في منزل العائلة. للحديث أكثر عن كامل التفاصيل ينضم إلينا أحد أقارب العائلة والجار لهذه العائلة. يعطيك العافية. بداية لو تحدثنا إيش اللي صار يعني منذ أمس وأثناء دخول الاحتلال حتى الصباح. منذ الساعة 8 مساء حتى الساعة صباحا قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد من جميع الاتجاهات، وفورا توجهت إلى حيث نقف إلى منزل والد الشهيد ضياء حمارشي، واعتقلوا والد الشهيد ضياء حمارشي مباشرة كلبشوه وحطوه بالسيارة العسكرية وأخذوه إلى جهة غير معلومة حتى الآن لا نعرف مكانه، علما بأنه نجله الأكبر يزن معتقل من يوم استشهاد ضياء حتى الآن. من الساعة 8 حتى الساعة 5 من صباح اليوم والقوات الاحتلال قامت بتفخيخ المنزل وأخلت جميع سكان المنازل المجاورة إلى مناطق بعيدة في الشارع. في الشارع يعني هذا الكلام الساعة 4 الصبح تقريبا حتى الساعة 5:30 لحظة كبسة الزر وتفجير المنزل بالكامل. الاحتلال فور اقتحام البلدة قام باعتقال والد الشهيد ضياء حمارشة. لو تضعنا في تفاصيل ما جرى. هم فورا يعني ضباط المخابرات بلغوا بأن قيد الاعتقال وأخذوا حطوه بالسيارة العسكرية مثل ما حكيت لك وأخذوا إلى جهة غير معلومة، ولم يشاهد أي شيء من عملية التحضير لتفخيخ المنزل وتفجيره. طيب لو نظرنا إلى ما يجري في هذه الأيام، ما هي الرسالة التي يحاول الاحتلال إيصالها من خلال سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق عوائل منفذي العمليات؟ ليس فقط يعني ممكن نتحدث ليس فقط عوائل منفذي العمليات وإنما البلد التي أخرجت هذا المنفذ، يعني البلد بأكملها. ما هي الرسالة التي يحاول الاحتلال إيصالها؟ يعني الاحتلال احتلال ظالم ومجرم وواهم إذا اعتقد بأن بهذه السياسات سياسة العقاب الجماعي لا يستطيع أن يثني الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه القانوني والشرعي والدولي في ممارسة نضاله لكنس الاحتلال والحصول على الحرية والاستقلال. بالعكس، هذه الأعمال الاحتلالية لا تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرار وثبات وعزيمة. هو يشحن الشباب الفلسطيني للقيام بواجبهم تجاه قضيتهم. بالعكس، هو لا العملية لا ليست عملية ردع، هو عكس ذلك. شكرا لك على هذه التفاصيل. إذا مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في نقل هذه الصورة. لو ينقل لنا المصور ما يجري في هذه الأثناء في محيط منزل عائلة الشهيد ضياء حمارشة، يعني كما تشاهدون بدأ تنظيف الشارع بعد من هذا الركام بعد تفجير الاحتلال للمنزل. يعني منزل كان يأوي عدد كبير من العائلات والأقارب اليوم أصبح عبارة عن هشيم تذروه الرياح. كما تشاهدون أصبح المنزل عبارة عن ركام، المنزل مدمر بشكل كامل، 3 طوابق تم نسفها بالمواد المتفجرة. ولم يكتفي الاحتلال بهذه أو هذا التدمير، وإنما قام باعتقال والد الشهيد ضياء وكذلك شقيق ضياء الذي تم اعتقاله فور تنفيذ ضياء عملية في مدينة تل أبيب. وحتى هذا اليوم الاحتلال مستمر في سياسته. إذن ما حدث خلال ليلة أمس؟ قام الاحتلال باقتحام بلدة يعبد إلى الغرب من مدينة جنين بعدد كبير من الآليات العسكرية
بعدها قام بإغلاق كامل المنافذ والطرق المؤدية إلى البلدة، وقام بالتجديد وإطلاق النار صوب المواطنين. بعد ذلك قام بمحاصرة منزل عائلة الشهيد ضياء حمارشة واعتقال والده، وبدء بتنفيذ عملية الهدم للجدران الداخلية تجهيزا لهدم المنزل بالكامل. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النافذة من أمام منزل